كنت لسه بتكلم من شويه وعايز اسمع رايك. بكره مباراه قدام غينيا بيساو ومنتخبنا الوطني، وبعض الناس مستسهلين المهمه، يعني انه الدنيا سهله واحنا هنروح نكسب ونرجع على طول. انت رايك ايه في المواجهه بشكل عام بكره؟ والله يعني انا اتمنى طبعا الموضوع يكون زي ما الناس بتتكلم ان الموضوع سهل وماتش يكون بالنسبه لنا كده يعدي على خير، لكن انا شايف ان لا، الماتش هيبقى صعب جدا، خصوصا بطريقه اللعب اللي احنا بنلعب بيها مع الكابتن حسام، لان هي وضحت علينا الشوط الثاني في الماتش اللي فات. طبعا كان باين علينا ان عندنا ثغرات والفرق. ايه بس طريقه اللعب اللي بيعملها الكابتن حسام اللي بانت عليه ده؟ هو عشان احنا بنلعب تقريبا بثلاثه ورا، منهم لعيب نص ملعب طبعا حمدي، فحمدي بيميل غصب عنه يعني نص الملعب، فيعتبر بنلعب باتنين لعيبه بس ورا، وخصوصا ان تريزيجيه اصلا مش باك ليفت. فلما امبارح لعبنا الماتش طبعا الراجل رقم سبعه ده المدرب تقريبا حطه في ظهر تريزيجيه، بدانا الشوط الثاني يعني مرعوبين طبعا، الزيادات بدات تبان علينا والاماكن الفاضيه بدات تظهر، فيا رب ان شاء الله الماتش الجاي. هو غالبا بكره الكابتن هيلعب باربعه عادي، غالبا هيلعب باربعه. احنا نتمنى طبعا يعني نتمنى، اهم حاجه الماتش ده يعني احنا محتاجين منه على الاقل بونت. احنا الحمد لله ثلاث ماتشات مكسب، فدي طبعا هتبقى حاجه كويسه جدا، خصوصا ان انت الفرق اللي انت بتنافسك انت بتكسبها، فده المهم. لكن ان انت ما تركبش حد عليك فرق صغيره عشان ما ترجعش بعد كده انت تدور على الاهداف والبنات بقى من الماتشات الصغيره دي. هتقولنا يا جماعه التشكيل اللي احنا كنا لسه عارضينه، برضو اسمع الكابتن محمد عنه، تشكيل منتخب مصر بكره الاقرب يعني للمواجهه اهو امام حضرتك، قولي رايك فيه. محمد شناوي حراسه مرمى، حمدي وعبد المنعم وربيعه وهاني، مروان وحمدي وزيزو، مصطفى محمد وصلاح وتريزيجيه. هو تقريبا يعني ان شاء الله يكون موفقين كلهم. طبعا كان بالنسبه لي زيزو كان المفروض الماتش ده يرتاح شويه ونلعب باكرم على الاقل، نبدا بيه الشوط الاولاني يبقى ابتدى في نص الملعب شبه بيدافعوا، كمان عشان ندي الحريه لصلاح وتريزيجيه، لان احنا انت زي ما انت شايف الماتش اللي فات صلاح يعني كان بيحاول ينزل يستلم كتير. عشان هو اللي بيلعب الفرقه دلوقتي، فاحنا دلوقتي لازم ندي الحريه لصلاح ان هو ما يرجعش يدافع، او الثلاثه اللي قدام، لان هم الثلاثه اللي قدام ان شاء الله هم اللي هيكسبونا. فانت كنت شايف زيزو ممكن يريح ويبقى اكرم توفيق اللي يبقى. يا رب ان شاء بس الله. بس ثلاثه بصيغه دفاعيه في نص الملعب مش كتير؟ مش كتير بالنسبه للجو، انت شايف الاجواء دلوقتي بقت صعبه على اللعيبه، الماتش اللي فات معظمهم لعب وقت كبير من الماتش، فانت هتحتاج ان انت يبقى عنصر الناس اللي بتدافع ونفسها موجود في الملعب بيكون هو اللي في الملعب احسن يعني. ماتش من يومين ونلعب ماتش بكره، ده حاجه مرهقه. طبعا حاجه مرهقه بالنسبه كمان ان انت في ختام موسم في الدوريات كلها، فهتلاقي اللعيبه الثانيه برضو يعني عايزين ينهوا الموسم بشكل كويس طبعا عشان فرقهم، لان معظم المنتخبات اللي بنلعبها كلها لعيبه محترفه، حتى لو مش بتلعب في اماكن كبيره لكن بتبقى موجوده طبعا في فرق كويسه بره الدوله بتاعتها، فطبعا بيبقوا عايزين ياكدوا للناس ان هم احسن من اللعيبه اللي عندنا، خصوصا ان انت صلاح لو ركزنا مع الماتش اللي فات هتلاقي كل اللعيبه بتاع الفرق الثانيه بتحاول ان هي تكمل فيه بعد كل كوره، واضحه قوي في الماتش، فانت لازم تحافظ على ان انت ما تحطوش في احتكاكات كتير.